امه مع عتيق بسالم بالعرطي الحميري شاهين ينطلق في هذه اللحظات هنا الى الصدارة والى المقدمة يقلب موازين هذا الشوط من الخامس الى الصدارة هيجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري سادس المراكز هملول هيجن الرئاسة يتابع في التضمير علي بن يمي الوهيبي شاهين من الجانب الآخر هنا أيضا هيجن الرئاسة ويتابع حارب بن مغير العميمي والقادم والمتسلل في هذه اللحظات والمنطلق من الجانب الآخر ياتينا مشوش هجن الشحانية ويتابع في التضمير والانطلاق هنا جابر بن سالم بن فران المري من ينطلق في الانطلاق وبهذا التحدي بينما القادم المركز التاسع هنا المنطلق شاهين على المركز التاسع من هجن نادي الشبه مع سالم بن سعيد والمركز العاشر ياتينا الزعيم على المركز العاشر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع عوض بن مبارك المهيري هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى نهى على مسامعكم نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط هنا من غير الأسد على الصدارة على المقدمة والمركز الأول ينطلق بالصدارة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم وبمتابعة هنا عتيق بن سالم بن عرطي الحميري المتمرس من يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني يأتي شاهين على المركز الثاني هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميره وعلى المركز الثالث ياتينا مشوش من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران في تضميره منطلقا على المركز الثالث وعلى المركز الرابع المركز الرابع شاهين المنطلق هجن الرئاسة ويتابع حارب بن مغير العميمي بينما المركز الخامس شاهين هجن نادي الشبه مع سالم بن سعيد في تضمير سادس المراكز ياتينا الحذر هجن السيح السلام واحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في متابعته من ياتي هنا على المركز السادس المركز السابع ياتينا مرفوق هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن علي المري في تضمير من ينطلق هنا على المركز السابع والمركز الثامن المركز الثامن مبعد من هجن الشحانية يتابع في التضمير هنا بانطلاقة محمد بن خالد العطية قادم هنا بهذه الانطلاقة بينما القادم في هذه اللحظات شاهين هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميره منطلقا هنا على تاسع المراكز والمركز العاشر ياتينا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ما شاء الله خلف العشرة أيضا أسامي تتواجد مندفعة هنا أيضا وباحثة عن التحدي باحثة عن النصر وعن الفوز وعن الناموس نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة والمركز الأول الأسد على الصدارة على المقدمة يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة الأسد دون سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع عتيق بن سالم بالعرطي الحميري على المركز الأول والصدارة بينما المركز الثاني ثاني الانطلاقات شاهين المنطلق هنا لهجن الرئاسة ويتابع المضمر هنا بالانطلاق والتحدي الجميل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري شاهين ياتينا على المركز
الثالث هنا بشعاره جنينة الدشبة مع سالم بن سعيد من يأتينا على ثالثي المراكز هنا بهذه اللقطات المتميزة عبر دبي ريسينج. المركز هنا الرابع، المركز الرابع ومشوش من يأتينا على المركز الرابع هنا من هجن الشحانية بمتابعة جابر بسالم بفران المري، وأرى التسلل من شاهين هنا المتسلل في هذه اللحظات. هجن الرئاسة حارب بن مغير العميمي في تضمير، والقادم القادم مرفوق هنا في هذه اللحظات، مرفوق القادم هنا بانطلاقة هجن الرئاسة ومتابعة صالح بن سعيد بالعري المري، ويأتينا شاهين على المركز السابع في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة. هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضمير المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلق هنا وبران اسمه تقراشد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعى بن عتيق الرميفي في تضمير، والقادم القادم والمندفع هنا بهذه اللحظات شاهين تاسعا، شاهين عاشرا، هجن العاطفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ولنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المراكز الأولى وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقات والتحديات. التغيير هنا طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، غير شاهين إلى الصدارة إلى المقدمة من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميره. الأسد يأتينا على المركز الثاني، الأسد هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، يتابع عتيق وسالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز الثالث يأتي شاهين ثالثا هنا هجن نادي الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير، وعلى المركز الرابع والمنطلق على المركز الرابع في هذه اللحظات هنا يأتينا شاهين هجن الرئاسة محارب بن مغير العميمي ومشوش المنطلق، مشوش منطلق بهذه اللحظات هنا أيضا لهجن الشحانية يتابع في التضمير، هنا جابر بن سالم بفران المري في تضميره منطلقا بهذه الانطلاقة والتحدي. مرفوق القادم هنا في هذه اللحظات، مرفوق مرفوق هنا من هجن أيضا الرئاسة صالح بن سعيد بالعري المري في تضميره، يصل شاهين هجن الرئاسة هنا بمتابعة المضمر، هنا أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا وبران اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع يمعى بن عتيج الرميثي لبصير، ياتينا لبصير هنا من هجن الشحانية، وجابر بن سالم فران في تضميره هملول من الجانب الآخر منطلقا بهذه التحديات الجميلة. هنا هملول هجن الرئاسة ويتابع علي بن يميل لوهيبي، وعاشر المراكز والقادم بهذه اللحظات هنا هجن سيح السلام قادم، هملول قادم مع هنا أيضا أحد شباب الهباب عبد الله بن ثعلب الهايري من يقدم هنا عاشرا. هذه هي النتيجة، هنا نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط، مشوش من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مشوش من انطلق في صدارة هذا الشوط هنا من هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم فران المري. شاهين على المركز الثاني هجن الرئاسة حارب بن مغير العميمي في تضميره، الأسد من يأتينا على المركز الثالث المشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، ويتابعه في التضمير هنا عتيق بن سالم بالعرطي الحميري المصير قادم من هجن الشحانية، ويتابعه في التضمير جابر بن سالم
من فاران المري شاهين القادم. هيجن الرئاسة محمد بن عتيق وزيتون المهيري بالتضمير والزعيم. الزعيم هنا منطلقا لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان مع عوض بن مبارك المهيري، ولكن الصدارة الصدارة والمقدمة والمركز الأول. مشوش 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 انطلق بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط. هنا مشوش هجن الشحانية وجابر بالسالم مفران المري من يتابع على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا هنا لهجن الشحانية على فوز مشوش بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا التعزيز أيضا من البصير، هنا هجن الشحانية المنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. هنا والتحديات، تهانينا تهانينا لهجن الشحانية على فوز مشوش بالمركز الأول. هنينا وناموس هنا أيضا جابر بسالم فران المري، بينما المركز الثاني الزعيم سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. المركز الثالث وصل البصير من هجن الشحانية. المركز الرابع أتانا هنا مدوق لهجن الشحانية، والمركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام أهين من هجن الرئاسة. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا وانطلاقة وتحديات هذا الشوط. 12 38 ثانية 36 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني لمشوش. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لجابر بسالم فاران المري الزعيم، حل ثالثا بتوقيت زمني 12 40 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تهانينا عوض بن مبارك المهيري بصير، أتانا على ثالث المراكز قاطع المسافة 7 دقائق 40 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا جابر بسالم مفران المري. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة بانطلاقات الكبار وتحديات الكبار على أرضية هذا الميدان ميدان المرموم. شوطنا 13 مشاهدينا متابعينا الكرام من أعطى